بعدما عرفنا النداء وأدوات النداء، الآن نأتي لأقسام المنادى. والمنادى هو الذي يقع بعد حرف النداء مباشرة، هو الذي ننادي عليه. نأخذ الأمثلة: يا إبراهيم شاهد. أداة النداء في هذه الجملة كما عرفنا سابقا هي يا، للقريب والبعيد كما وضحنا. المنادى هنا الذي نادينا عليه بحرف النداء بطبيعة الحال هو إبراهيم. دابا بغينا نعرفوا النوع ديال هذه الكلمة ديال إبراهيم، هل هو نكرة، هل هو معرفة، هل هو نوع إبراهيم مثل الأسماء إبراهيم، محمد، أحمد، هادو تنسميهم أسماء علم. إبراهيم هو علم، والعلم راه أنواع، كاين عبد الله حتى هو علم، كاين حضرموت كما وضحنا في فيديو سابق حتى هو علم. إذا إبراهيم هو علم مفرد، أي مكون من كلمة واحدة، علم مفرد مثل محمد، أحمد، سعيد، رشيد، معاد، كلها أسماء علم مفرد. يا معاذ، يا محمد، يا سعيد، إذا مثل إبراهيم. هذا هو النوع الأول من الخمسة، منادى تكون علم مفرد. في الفيديو الجاي غادي نعرفوا الإعراب ديالو، دابا نعرفوا على الأنواع باش ما يكونش الفيديو طويل. المثال الثاني: أمتعلم انتبه. أداة النداء في هذه الجملة هذه هي أ، هذه الهمزة هذه، وهاد أ تتكون غير القريب، شي واحد قريب منك تتنادي عليه بأ، قريب لحقاش أ تتسمع قليلة، ماشي بحال أ اللي تتنادي بها على البعيد. المنادى هنا في أمتعلم، من الذي نادينا عليه؟ هو متعلم. دابا خصنا نشوفوا النوع ديال هذه الكلمة هذه. مثلا لنفترض أنك دخلت مثلا إلى القسم وبغيتي تنطق هذه الجملة هذه: أمتعلم انتبه. هنا واش تخاطب جماعة القسم كاملة ولا تتخاطب شخص بعينه، واحد عينتيه أي قصدتيه؟ إذا هنا تنعينو واحد، هذاك اللي ما منتبهش، قسم مثلا فيه 20 واحد، نقولو أمتعلم انتبه، تناديو الجميع، ولكن هنا راه تناديو شخص بعينه مقصود. إذا هنا هاد متعلم ما فيهاش ألف ولام، إذا هي نكرة، ولكن هاد النكرة واش عرفناه شكون؟ أو بطبيعة الحال عرفناه، لحقاش سرنا ليه وقصدناه في النداء. أمتعلم أي قصدناه، عرفناه بذاته وصفاته، نكرة مقصودة، نكرة مقصودة تقريبا بحال التعريف، بحال المعرف، تولينا معرف داك الشخص اللي نادينه. المثال الثاني أو الثالث: أي رجل الدين تريث. تريث بمعنى تقل، ما تعطيش آراء بدون علم. أداة النداء في هذه الجملة هذه هو أي، أي هي نداء للقارئ لأن ليس فيها مد. المنادى هنا على من نادينا؟ نادينا على كلمة رجل. بغينا نعرفوا الآن النوع ديال هذه المنادى، هذا المنادى اللي نادينا عليه أي رجل. إلا قلنا أي رجل وسكتنا، هذا تبقى نكرة ما معروفش، ولكن إذا أضفنا عليها كلمة أخرى، رجل الدين، رجل الشرطة، رجل التعليم، رجل الإطفاء، إذا هذا التركيب هذا تنسميوه تركيب إضافي كما شفنا سابقا، هذا المضاف وهذا المضاف إليه، ضفناه باش يعرفوا لنا تقريبا شيء ما. إذا هنا عندنا رجل النوع ديالو هو مضاف، منادى مضاف. في الإعراب ديال هذا النوع الثالث. النوع الرابع: أيا عاقلا
تذكري الآخرة. أداة النداء هنا هي آيا، وآيا توجه للبعيد لأن فيها مد. المنادى هنا، المنادى هو عاقلا، والذي نادينا عليه آيا عاقلا تذكري الآخرة. دابا غادي نشوفوا النوع ديالو. عاقلا هو المنادى، نوعه مثلا دخلتي مثلا شي مجمع فيه مثلا 20 شخص وناديتي قلتي أيا عاقلا تذكري الآخرة، هذا عاقلا هل هي نكرة أم معرفة؟ طبيعة الحال ما فيهاش ألف ولا ما فيهاش الخصائص التعريف، إذا هنا نكرة. من قلتي أيا عاقلا تذكري الآخرة، هل قصدت شخص بعينه؟ قصدتي شي واحد وقلتي ليه تذكري الآخرة؟ هنا ما نادينا على حتى شي واحد بعينه، نادينا في المجمع كامل، في داك العشرين كاملين، ما قصدنا حتى شي واحد، أي قصدناهم كاملين. هنا تنسموه نكرة غير مقصودة، غير مقصودة أي ما قصدنا حتى شي واحد بالنداء. بحال نقولوا أي متعلما، الفرق ما بيناتها وما بين النكرة المقصودة هو أن هذه تأتي بالضمة أمتعلم، وهذه تجيء بنصب أو بفتح. هذا هو الفرق بيناتهم، لو تتعرف ما بين النكرة المقصودة والنكرة غير المقصودة. قالينا المثال الأخير واسعا سلطانه لا تظلم. أداة النداء التي نادينا بها هي هذا حرف نداء ينادي به على شخص بعيد لأن فيها مد. المنادى الذي نادينا عليه اللي هو واسعا، معنى الجملة أي الشخص الذي أعطاه الله ملكا وسلطانا وحكما، هي واسعا سلطانه، مثل الحاكم أو ملك البلاد أو رئيس الحكومة. ناديناه بأنه لا يجب عليه أن يظلم، إذا المنادى هنا هي واسعا. في هذه الجملة شيء يشبه هذه الجملة تماما، غير أن هناك اختلاف بسيط. هنا عندنا أي رجل الدين، عندنا هنا مضاف هذا الرجل، ولكن هذا واسعا تشبه رجل، تشبهها نوعا ما، واسعا سلطانه. غير هذه رجل الدين المضاف إليه دائما يكون مجرورا، ولكن هنا واسعا سلطانه، حتى هذا تركيب، ولكن لا يشبه هذا التركيب نوعا ما. هنا تنسميوه أو شبيه بالمضاف، أي هاد واسعا تتشبه لنا هاد كلمة رجل في الجملة الثالثة، تتشبه لها فاش كلمة الدين أتت لتعرف لنا أو لتبين لنا بالأحرى كلمة رجل، وهنا هاد واسعا تتبقى غامضة. إذا قلت أواسعا، واسعا ماذا؟ واسعا ماله، واسعا صحته، واسعا أولاده، رزقه، تبقى غامضة. ولكن شدينا واحد الكلمة وضفناها أتت لتتمم معنى الكلمة الأولى، بحال هاد الدين جات باش تعين لنا ولا باش تبين لنا. كلمة سلطان هنا جات باش تعين لنا كلمة واسعا، ولكن ما عندهمش نفس الإعراب. باش نفرقوا بيناتهم، الشبيه بالمضاف يأتي من المشتقات، اسم فاعل، اسم مفعول، وصيغة مبالغة مثلا، ودائما يأخذ تنوين، تتبقى الكلمة على حالها واسعا، في حين أن المضاف الأصلي ما يمكنش نديرو ليه التنوين. ولا جاء مثلا مثنى هنايا تنحذفوا ليه النون، أي رجلي الدين، حذفنا ديك رجلين، ديك النون في الآخر حذفناها. عكس هنا أواسعين سلطانه، تنخليو داك النون. هذا هو الفرق بيناتهم. إذا هادو هما الأنواع اللي خصهم يتحفظوا ديال المنادى.
العالم أدرى باين على حسب الأسماء ديال الأشخاص، لكن يكون مفرد ماشي يكون مركب. بالنسبة للنكرة المقصودة، ديما تنعرفوها بالضمة، هذه تتكون نكرة، هي الكلمة نكرة تكون فيها ضمة وتنقصدو بها داك الشخص اللي تناديو عليه. المضاف راه تيكون تركيب، وغادي تعرفوا بأن الكلمة الأولى تتكون نوعا ما غامضة، وتجي الكلمة الثانية اللي تتعينها لنا ولا تتبينها لنا، وتتكون فيها كسرة. إذا هذا مركب أو تركيب إضافي. النكرة الغير مقصودة، الفرق بينها وقلنا ما بين النكرة المقصودة هي أنهم في الحركة الأخيرة، النكرة المقصودة الضمة، والنكرة غير مقصودة تكون فيها الفتحة أو تنوين الفتح. الشبيه بالمضاف، بينا الفرق بينه وبين المضاف. الفيديو الجاي غادي نعرفو الإعراب ديال المنادى.